على علمه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا ممن يتشرفون بهذا المقام، مقام الشهادة واللجوء إلى المولى بكامل وخالص النية يا أكرم الأكرمين. اللهم صبرنا وصبر والديه وصبر الجميع على فراقه، وأكرمه بتهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن باستقباله. هنيئا له باستقبال الحبيب.